الورقة بعنوان الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقضية فلسطين، طبعا فيها 3 مباحث. المبحث الأول يتناول جزء مما ذكرته الأخت في موضوع التيارات الإيرانية، فقط أنا أود أن ليس كل رأي مخالف هو تيار، يمكن أن نقول اتجاهات أو آراء. فيما يخص التيارات، أنا رصدت 4 تيارات أساسية. تيار قومي براغماتي لا يرى يعني غضاضة في استثمار الإسلام لصالح القومية الإيرانية، وتيار القطرية الإسلامية، وتيار الرئيسي وهو تيار خط الإمام. وتيار خط الإمام هو الفاعل الآن داخل السياسة الإيرانية، وهو أقل ما يعني الأخت ما توسعت فيه. أنا سأقرأ تيار خط الإمام، والمقصود بالإمام طبعا الإمام الخميني هنا، وذا يمثله المرشد الأعلى للجمهورية ومؤسسة الحرس الثوري والحكومة الحالية بزعامة أحمد نجاد. هذا التيار يشكل يعني يستند في تأسيس خطابه على وفق نظرية الإمام الخميني فيما أطلقه بالقيم القائدة، أهمها الاستقلال وعدم التبعية، لا شرقية ولا غربية، بناء القوة الداخلية، الاعتماد على الذات، نشر رسالة الإسلام الثوري، الدفاع عن المستضعفين. تلك القيم المحددة للسلوك والموجهة للسياسات التي بنى عليها لاحقا أحد أبرز منظري هذا التيار محمد جواد لاريجاني، نظريته التي أسماها نظرية أم القرى، وهي مأخوذة من الآية القرآنية أم القرى ومن حولها، التي رسم من خلالها موقف هذا التيار من علاقة الداخل الإيراني بالخارج العربي والإسلامي من جهة، والدولي من جهة ثانية. وترتكز معالم تلك النظرية إلى النظرية الخمينية في الحكم المسمات بولاية نظرية ولاية الفقيه، التي تعتبر الأساس في إقامة الحكومة الإسلامية في أم القرى، التي تم تعيينها لدى لاريجاني بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقوام السيادة في أم القرى، أمة مسؤولة تحت رعاية الولي الفقيه، وأرض أم القرى التي هي إيران لدى لاريجاني، هي الركيزة الأساسية لحكومة ذات صدى عالمي. وتنص تلك النظرية على أن الحدود المتفق عليها دوليا ليس لها أي دور في هذه القيادة، وحدود الولاية غير قابلة للتقسيم على الدول، أي ولاية الفقيه، وأن الدولة التي تصير أم القرى هي الجديرة بقيادة العالم الإسلامي، وأن مصالح الأمة مقدمة دائما على المصالح القطرية، إلا إذا تعرض كيان أم القرى الذي هو إيران نفسه للخطر، فالواجب هو الحفاظ على كيان وشعب أم القرى نفسه، مفسرا بذلك جدل الأولوية وحدود الوسع في الفكر السياسي الإيراني. وتيار رابع طبعا هو تيار الواجب الديني، وهو تيار سلفي إخباري. قبل أن طبعا هذا التيار الرئيسي وتيار الخط الإمام تعرض في فترة ما أنه جمع بين الاعتبارات الأيديولوجية والاعتبارات الجيوبوليتيكية، لكن في الآخر مع انتصار نجاد في الانتخابات الأخيرة استعاد هذا التيار موقعه في السلطة والثورة. في المبحث الثاني طبعا الدكتور طلال ذكر موقف الإمام الخميني، تعرضت لموقف الخميني في الموضوع الفلسطيني، ولأصل إلى نتيجة مفادها أن أحد أهم مصادر الشرعية التي بنيت عليها الدولة الإسلامية الإيرانية على الصعيدين الداخلي والخارجي هي المسألة الفلسطينية، وهذه المواقف الإيرانية أو مواقف الخميني من فلسطين شكلت أحد عناصر الجذب والإغراء تجاه النموذج الثوري الإيراني من قبل الثورة الفلسطينية المعاصرة وحركات المقاومة الإسلامية. ومن هذه النتيجة أدخل لبحث تاريخ العلاقة بين الثورة الفلسطينية ممثلة المعاصرة ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية وحركات المقاومة الإسلامية، فأستعرض تلك العلاقات التي كانت بين ياسر عرفات آنذاك في لبنان وبعض المعارضين الإيرانيين من الإسلاميين، وأيضا صلات بعض الليبراليين المعارضين الإيرانيين مع الثورة الفلسطينية والتي قام بها الإمام موسى الصدر. ولكن أيضا عندما انتصرت الثورة كان أول زعيم عربي إسلامي يزور إيران في مشهد احتفالي كان هو ياسر عرفات، إلا أن الأمر انتهى إلى الافتراق بين الثورة الإيرانية والثورة الفلسطينية الرسمية لنقل، لأن علاقة الثورتين
انتهت إلى هذا الافتراق بسبب تعارض منطقي الإسلام الثوري من وجهة النظر الإيرانية ومنطق الثورة الوطنية الفلسطيني، ولم يفلح داعي اللقاء الثوري والعدو المشترك في توحيد الثورتين. بعد فشل وساطة ياسر عرفات في العام 1980 بين إيران والعراق وحرب 82 وخروج الثورة الفلسطينية من لبنان وبدء عملية المفاوضات، كانت العلاقات الرسمية بين إيران ومنظمة التحرير قد انتهت تقريبا. في الجهة المقابلة شكل انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية مصدر إلهام لقطاع من القوى السياسية الفلسطينية كان قد بدأ يتشكل مع نهاية الثمانينيات، وتحديدا حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، وكانت أفكار ومبادئ الثورة الإسلامية الإيرانية قد أثرت تأثيرا هاما على حركة الجهاد الإسلامي، وخاصة من ناحية المنهج الثوري الذي اتبعته الثورة في التغيير وفي المواقف السياسية تجاه الغرب وإسرائيل ونظام التجزئة العربية. وشكلت إيران آنذاك مصداقا ثوريا لكل ما تريد أن تؤكده التيار الإسلامي الثوري تجاه التيار التقليدي المحافظ الذي هنا هو الإخوان المسلمين، والتيار الوطني الذي استبعد أيضا الإسلام في معركته ضد الاحتلال من ناحية أخرى. فالجذرية في المعارضة، رفض فساد الأنظمة، رفض احتلال فلسطين، دعوة الحركة الإسلامية للالتحام بالجماهير، دور علماء الدين الثوري، مواجهة فقهاء السلطان، والأهم من ذلك مواجهة الاحتلال عبر السلاح. كل هذه المفاهيم جاءت الثورة الإسلامية الإيرانية لتعطيها زخما جديدا داخل الأيديولوجيا الجهادية. كانت حركة الإخوان المسلمين في المقابل قبل ولادة حركة حماس في قطاع غزة تقف موقف المتشكك والمتهم للثورة وأنصارها بأنها ثورة مذهبية شيعية وصل فيهم إلى حد التكفير والرفض. يوسف في كتابه الأخير صدر قبل أقل من شهر عنوانه الإخوان المسلمون والثورة الإسلامية في إيران، قال ما نصه: كان للضغط السياسي الذي مارسته بعض الأنظمة العربية وخاصة الخليجية على كوادر القيادة الإخوانية فيها دور كبير، ليس في صرفهم عن تأييد الثورة الإسلامية في إيران فقط، بل توظيفهم في ذلك الضخ الإعلامي المعادي لإيران، الأمر الذي نجح في تشكيل الصورة العدائية للشيعة المجوس الذين يلعنون الصحابة ويكفرونهم. هذا نص أحمد يوسف. إلا أن حركة حماس سرعان ما عادت عن موقفها العدائي تجاه إيران لتصبح إيران الحليف والصديق لحركة حماس في فلسطين، وبدأت مرحلة مد الجسور والتقارب تشتد بعيد اتفاق أوسلو ليتصاعد مع انتفاضة الأقصى، وصولا إلى تبني إيران الكامل لحكومة حماس في قطاع غزة، وذلك بعد الانتخابات التشريعية في العام 2006. الشق أيضا يتناول هنا إشكالية العلاقة التاريخية والدور السياسي الراهن بين إيران والقوى الفلسطينية ضمن ملفين هما الموقف من المسيرة السلمية والدعم المالي والعسكري المتعاظم. الرفض الإيراني المتواصل لأي مصالحة بين إسرائيل والفلسطينيين شكل رافعة سياسية ودعائية لحركات المقاومة، تحديدا عند اندلاع انتفاضة الأقصى، حتى أخذ الدور السياسي واللوجستي الإيراني يتعاظم، وانكشف النظام العربي عن عجز كبير على فعل شيء إزاء الجرائم الإسرائيلية. انتقل الموقف الإيراني بفعل جملة هذه العوامل من الموقف السياسي المؤازر والداعم غير المعلن إلى السياسي المشارك والداعم المعلن، والأمر الذي شكل تحديا حقيقيا لأطراف مسيرة التسوية، لينتهي المشهد الآن راهنا على اصطفاف حاد حول الخيارات والبرامج السياسية. ولا يفهم من هذا السياق أن إيران هي المسؤول الوحيد عما يبدو سلبيا لدى البعض، بل إن انكشاف النظام العربي الرسمي كما قلنا على عجزه إزاء مجمل التحولات على الصعيد الفلسطيني أكد نظرية الفراغ القيادي الإقليمي من ناحية، وهز الشرعية القومية التقليدية للنظم العربية، وبدد حلم الأمن العربي. فكان التقدم الإيراني على ساحة الإقليم العربي من الخليج إلى المحيط بفعل الموقف الإيراني من فلسطين قضية العرب التاريخية، وبفعل المواقف الجذرية من السياسات الإسرائيلية والمشاريع الغربية الأمريكية في المنطقة عموما. وللمفارقة أن الأداء العربي إزاء الدور الإيراني المتعاظم في المنطقة والمرتكز أساسا على جسر القضية الفلسطينية، أنه هذا النظام العربي عامل على جبهة أخرى غير جبهة فلسطين محل النزاع، بإثارة مخاوف الجماهير العربية والنخب العربية ضمن ثلاثة صعد: البعد المذهبي الإيراني،
يعني هذا المعامل عليه النظام العربي. والمسألة الثانية علاقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بفلسطين، وهذا الموقف شكل الموقف من إسرائيل حجر الزاوية في الدور الدولي لإيران. وما الموقف العربي والدولي من ملفي النفط والبرنامج النووي الإيراني وحدود الدور الإقليمي لإيران إلا ويقاس بناء على طبيعة الموقف من إسرائيل ومن المشروع الأمريكي الأوروبي. وهنا أقول لو لم تكن إيران تأخذ ذلك الموقف العدائي من إسرائيل لكان كل ما يدور اليوم من حديث حول الدور الإيراني الإقليمي في المنطقة العربية وما إلى ذلك. ستكون إيران حينئذ يعني مسموح لها بأن يعني تتصرف في قضايا النفط وأن تبني قوتها وترسانتها إلى حد ما. إن الموقف من القضية الفلسطينية ومن الكيان الإسرائيلي هو الذي نقل الدبلوماسية الإيرانية إلى التصادم مع المجال الحيوي الإسرائيلي، مستفيدة من الخلل في واقع الأمن الاستراتيجي الإسرائيلي المتمثل في افتقارها للعمق الدفاعي. وهذا هو الوجه الآخر من علاقة إيران بفلسطين، أي موقف إيران من إسرائيل، والذي وهو قائم على ثلاث قضايا أساسية. الجبهة الأولى إشغال إسرائيل بالإبقاء على الصراع معها مفتوحا في المجال الحيوي الإسرائيلي، أي استنزاف إسرائيل وإبقاء إسرائيل دائما في خطر محدق ومستمر. الجبهة الثانية الاستمرار في بناء القوة الإيرانية وتحديدا في مجال منظومة الصواريخ وبناء القدرة النووية. الجبهة الثالثة العمل على طمأن الدول الجوار العربي. على صعيد الأول وهو إشغال إسرائيل واستنزافها، إسرائيل يعني استطاعت أن تستوعب هذه المسألة ولم ترى فيها أن ذلك يشكل خطرا كبيرا عليها. إسرائيل المستوى الثاني في السياسات الإيرانية وهو ما ترى فيه إسرائيل تهديدا استراتيجيا، وهذه العقدة للحقيقة يعني في المنطقة عموما في علاقة إسرائيل في إيران وإسرائيل علاقتهما ببعض وعلاقتهما من ثم بالمنطقة، وهي أن إسرائيل ترى في إيران أنها تشكل تهديدا استراتيجيا للعقيدة الأمنية لدولتها. وفي هذا السياق ترى أنه لابد من التصدي المباشر لتعاظم القوة الإيرانية، وذلك بشن حرب استباقية ضد المشروع النووي الإيراني ضمن نظرية الدفاع أو الردع الاستباقي عن النفس. وبهذه السياسة تم تحريض الآخرين بشن الحرب على إضعاف الدور الإيراني دون اشتباك مسلح فعلي معها، أي تحقيق انتصار كامل لإسرائيل دون التورط في اعتداءات. وفي الوقت نفسه تظهر إسرائيل بدور الضحية من ناحية وداعية السلام من ناحية أخرى. مع تقدم إيران وتردد الحلفاء يعني الحلفاء الولايات المتحدة وأوروبا وتصاعد خطر الوجود الضرر الوجودي، قد تقوم إسرائيل بعمل استباقي منفرد، وإذا ما تبين أن رد الفعل الإيراني على توجيه ضربات قد تستوعب يعني إيران تلك الضربة. في الجانب الإيراني يتضح أن إيران وحلفائها لا يتعجلون مواجهة عسكرية مع إسرائيل، حتى بات الأمر مكشوفا على درجة عالية من ضبط النفس في غزة ولبنان وسوريا والعراق تحت شعار الإعداد وبناء القدرات اللازمة للمواجهة القادمة لتسود أيديولوجيا المقاومة تماما. وبالرغم من ذلك فإن المنطقة عموما لا يمكن أن تقف على تخوم حالة اللاحسم الراهنة أو الردع المتوازن، لأن إرادة الحلف الإسرائيلي الأمريكي على القضاء على قوة إيران وحلفائها أكبر من سياسة بناء القوة سواء الإيرانية أو المقاومة. لقد بتنا نشهد حربا باردة على جبهة الصراع في سباق بناء القوة من ناحية والضرب الخفي من ناحية أخرى. فهناك المسعى الإسرائيلي لبناء قوة دفاعية أو هجومية لنسميها متعددة الطبقات، في مقابل أن إيران وقوى المقاومة أيضا تستعد في بناء قوته. أختم بالقول إن التحدي الذي تمثله إيران اليوم في الصراع العربي الإسرائيلي وفي موقفها من القضية هو في الوقت نفسه فرصة لكامل دول الإقليم ولقوى عديدة في المنطقة لرسم سياستها واتخاذ قراراتها حيال مستقبل وأمن فلسطين والمنطقة على قواعد وحقائق ليس آخرها حقائق الجغرافيا السياسية التي تؤكد أن إيران جزء من نسيج المنطقة التاريخي والحضاري، وأن هذا الدور المتعاظم لإيران سينكشف على موازين قوة جديدة بفضل يفضل بالدول والحركات والتيارات الراشدة أن تساهم في تشكلها بشكل مناسب يحفظ لها مصالحها إن غابت عنها عقائدها. كما إن التحدي الإيراني
جعل من مستقبل إسرائيل الاستراتيجي عمل قيد الإنجاز وليس عملا منجزا، وبات سؤال الوجود سؤالا ملحا على قادة إسرائيل، وبات الصراع الدائر نائما على أس حضارية شاملة لإعادة رسم مستقبل المنطقة برمتها. فالصراع ضد المشروع الصهيوني لم يكن ولم يعد صراعا سياسيا على مناطق نفوذ أو على دور إقليمي لهذه الدولة دون تلك في سياق تحقيق المصلحة القطرية، إنه صراع مفتوح على احتمالات أيا كانت سيناريوهاته سيعيد تشكيل المنطقة من جديد، لأن بوابته من فلسطين وإلى فلسطين.